بدرائج هاد الناس ديال المصالح الخدمه وانا متابع الحس وصلوا على الاحترام لهاد السكينه وهاد 50000 نسمه ديال مدينه العروي يجيو لنا غير واحد الساعه كنطلبوهم مره في العام ولا مره في 6 شهور يجيو ينوروا غير ساعه يجيو يوضحوا لنا كاين من المجلس النقطة ديال الصحة دابا ما فهمتش دابا كنا مداخلة اسمع اسمح لي النقطة اليوم وصافي النقطة نقطة كنستدعيهم ما كيجيوش كنهضروا على هادو اللي استدعيناهم ما جاوش ما حضروش لا اسمح لي إلا بغينا نهضروا على هادو راه ماشي غير هادو هادو كاينين راه تقريبا ثلاثة د المصالح الخارجية ما جايينش وماشي هادي المرة الأولى ولا الثانية وهذا راجع للجدية ديالكم سيد الرئيس والمكتب ديالكم لو كان لقاو عندكم مصداقية كتدقوا عليهم مزيان فجاو احترموا ايوا كتجي نتايا ايوا عندك مصداقية راكم تما نتوما راك كتجي نتايا انتوما اللي كترأسوا دابا سيد الرئيس كتجي نتايا راه عندك لا راكم تما دابا الساكنة تما لمن عطات المشعل الله العظيم لا دوخونا واحد الاستهتار واضح ما نفتو اللي دار في المجلس السابق ما نفتو اللي جيتو باش داك الشيء اللي وعدتونا به فيما يخص الدورات السابقه واكثر من ذلك جايين نص ساعه ولا ساعه مؤخرين يعني ما مسوقينش كاع لهذ المدينه الله يخليكم الا ما كاينش ما يتعطى لهاد المدينه ولا ما عارفين راسكم غادي تجيو يلاه غادي تبقاو تحضروا معنا في الجلسه ونبقاو نزيدوا نتناقشوا سبقوا اخروا الا ما كاينش ما غاديش تعطيونا شي حاجه تعطيونا باش تفيدوا هاد الناس ولا تخدموا هاد الناس اظن بلا ما تجيو راه حنا بالنسبه لي انا كعضو في هاد المجلس هذا ولا تقريبا واحد النسبه كبيره ديال الساكنه ديال الاقليم راه الوعود ديالكم كاذبه انا كنقولها وكنتحمل المسؤوليه ديالي على الاقل بعدا نفذوا غير واحد 10% ديال الاتفاقيات ديالكم مع لا نهار جات هاد الشركه في اول بادئ الامر ولا المجالس الله يخليكم غير 5% راه ماشي العابات هذا وشكرا سيد الرئيس وشكرا سيد على هذا الشيء اللي كاين هناك وعود كاذبه من هاد الشركه راه في المجلس السابق ولا المجلس الحالي نتاع الفتره الاولى كانوا حضروا معنا هاد الشركه وكانوا واعدونا غادي يكونوا تما خطوط جديده اللي كان لحد الان ما شفنا حتى شي خط جديد كاين واحد الخط نتاع المطار اللي تما اما كاين الخط نتاع الطلبه نتاع الثانوي تبنوا الهيتم ولا التكوين المهني والمركز التكنولوجي وكاين صحاب الجامعه ما كيمشيو الطوبيسه كيمشيو مكتظين خاصهم يدوزوا لسلوان عادي يدوزوا للجامعه وداك الشيء كاين واحد الاكتظاظ تما في الطوبيسات اذا كنطالبوا من الممثل تاع الشركه باش يوصل في اقرب وقت وشكرا 20 يعني هادو هما الخطوط اللي كانوا عندنا الخط رقم 19 والخط رقم 20 في خط واحد وتعلق الامر اذاك بالخط 19 الذي كان من المقرر ان يربط حي الفتح بالحي الحضاري عبر ابي القطب الحضاري عبر شارع الحسن الثاني على مسافه 7 كيلومتر ذهابا وايابا الجامع بتاريخ 13/1/2023 دابا هاد المده كلها تاريخ 13/1/2023 توسطت الجماعة برسالة من السيد رئيس مؤسسة التعاون للجماعات هذه الرسالة ضمنت واحد طلب لشركة فيكتوريا شركة فيكتوريا هي اللي كتطلب منا تشغيل الخط رقم 19 أي الخط اللي كنا ذكرناه قبل اللي يدمج خطين داخليين من خلال مقرر يعني شركة فيكتوريا طلبوا لنا واحد المقرر صدور الجماعة في أقرب دورة لها وبالفعل بتاريخ 20 أبريل 2023 في القاعة عقدت الجماعة دورتها وصادقت على مقرر تفعيل الخط الداخلي وذلك بعد 5 سنوات بنفس اتفاق 2018 رغبة من هذا المجلس في تجاوز الصعوبات والبدء فعليا في اشتغال هذا الخط الأول قصد تشغيل الخطوط الأخرى بالمستقبل هذه الاتفاقات كلها تخرج للوجود والمدينة في خضم هذه السنوات كما كيعرف الجميع تحسنت البنيه الطرقيه ديالها على مستوى كلا الخطين 19 و20
وهو ما يلزم تشغيله فعليا، حيث ان على طول هذه المسافه الطرق اصبحت معبده وسهله الولوج، وهو ما لا يترك اي مجال للشركه للاعتذار به، خصوصا وانكم تجنون الارباح التي ستحصلون عليها. بجانب ذلك هناك المنحه التي تحصلون عليها من مؤسسات مجموع الجماعات او مجموع الجماعات التعاون، والتي نحن كجماعه العروي عضو بها. الان شركه فيكتوريا دايره لنا واحد المسلسل تاع حكايه الالف ليله وليله، وهذا الشيء كيخلينا تمسكوا بالاتفاق الاولي، ما خصناش خط واحد، خصنا خطين، لان الكثافه السكانيه في المدينه الان تبارك الله الولوجيات كاينين والطرق موجود. وحسب الاضافه لهذا الشيء كامل، كان السيد المدير العام لشركه فيكتوريا اللي تاع برشلونه كان دار واحد الزياره هنايا للمطار، ومن خلالها تم الاعلان على اطلاق الخط المباشر المطار ناضو للخط الاكسبريس، وهو بذاته اكد على وجود خطين داخل يدين بالمدينه. وفي الصدد فاني اطلب من السيد الرئيس باعاده في حاله عدم تشغيل هذه الخطوط النظر في المساهمه الماليه التي تقدم الى مؤسسه التعاون بين الجماعات، والتي تحصل من خلالها الشركه على الدعم المالي، ثم بطلب من السيد العامل التحرك في هذا المجال وإحاطته بجميع الحيثيات عن طريق السيد الباشا مشكورا على ذلك. وهناك مجموعه من التساؤلات ايضا، اولا حول خط العروي الجامعه، لان كما تعرفوا الاخوان كاين جوج خطين 22 و 22 بي، وهذا الخط انا بنفسي جربته وبقيت تما ساعتين كنستنى الخط وما جاش، ثلاثه السوايع وما جاش، حتى جا وقت اضافي لاخر اللي كيدوز عاد مشينا فيه بواحد الطريقه اللي هي غير معقوله وغير انسانيه والخدمه غير راقيه. انا جربت بنفسي هذا، احنا عندنا تقريبا المئات من ابناء هذه المدينه متدربين في هذه المدينه، ولكن لسوء الحظ ما كاينش واحد الخط اللي كيربط ما بين العروي وما بين هذا المسار هذا تاع مدينه المهن والكفاءات. اكثر المئات، كان 120 طالب السنه الماضيه، هذا العام يكون ضعف. شعوره بحال الكره كيلعبوا بها، الا كان شي معقول يحطوه لينا، الا ما كانش معقول صافي حنا غنمشيو نخدموا الخدمه ديالنا، عرفوا ما كايناش السيد العام باش يحكم فيهم، ما كاين حتى سلطه حتى شي مسؤول ما كيحكمش فيهم هذا الشارع. الا كان من عندهم علاش حنا كندخلوا معاهم المفتي ديالنا راه كاين تما كيبدل سميتو في الناظور. علاش زعما ماشي دابا كيبدلوناش المسائل ديالنا، ما كيصنتوش عند السيد العامل، ما كيصنتوش عندنا عند السيد الباشا، حنا كنديروا المحاضر كنصوتوا صافي دوز هذا الشارع الشعب كيلعبوا بينا كنديروا هنا التلفزيونيه. انا ما بقاش يا السيد المفتي، الا كان شي السكان راه شاس استغلتكم مصيف الخدمه، حنا كنتكلموا على المواطنين، دابا كنردونا حنا اللي كنتكلموا ماشي هما. الا كان شي زعزعه عند الرئيس هذيك هو انا ما كانش الزعزعه، مشاو بحال هكا جمعوا لينا هاد القزاز. النهار الاول كانت ندخلوا الطوبيس العروي كوماسيب كي سميتو من المطار من كوماسيب من الاحياء، فاش بدا حتى شي طوبيس غنشوفوا دابا معاهم حتى شي دابا. انا النهار الاول تعطي الرئيس مني نريحنا مع المدير ديالو، قال لك غادي نعطيك ثلاثه ديال الطوبيسات يدوروا غير بالعروي، خلي ديال المطار خلي ديال الناظور، ما يبقاش يتفلاو علينا صاحبي. راه الشعونه دابا حنا كنتفلاو على المواطنين، هما راه كيديروا خدمتهم وحنا كيدفعونا من المواطنين. شكرا يا حسن، ما يبقاوش يتفلاو علينا صاحبي. دابا حنا قلنا لهم السكان راه شهر سبعه راه يكون عندكم الطوبيس، حنا الطوبه ديال بود الليل، العياد كيتمشاو من الليل قبل الفجر كيجيو العياد بهذيك الخلاوات بهذيك الصدره شي 70 ديال العياله، وكيمشيو كيسكنوا هنا الكار، كيمشيو هنا المعامل ديال غامبا كيخدموا، شكون يجيبهم من تما؟ راك عارف الطريق دابا كتخوف تمشي من الليله، حنا رجا كيفهموا عقل ليا العيالات. الا كان شي معقول يحلوا لنا المشكله، ما كانش عارف نطلبوا التيران للبلديه نبقاو نهزوهم حنا جماعه. راه كاين التيران عندنا هنا يبقاو يدوروا على الاحياء يهزوهم على الاحياء اللي بعاد. بارك حسن شكرا. ما يبقاوش يتفلاو علينا صاحبي. معنا هنا كتقولوا واحد الاتفاقيه كتسنية من طرفكم باش تنفذوا، ومستعرف باللي احنا الساكنه هنا ازيد من 50,000، والجماعات المجاوره اللي كاينه راه الاهتمام خصكم تعطيوا لهذا الجماعه هذا، وكاين الخط
اللي كيهضروا عليه الاخوان اللي ديال الناظور راه نورمالمون خصو يتحل في اقرب وقت باش تكون واحد النتيجه لهذه السكينه. وشكرا والله يرحم الوالدين. غير هذه النقطه هذه اللي خصنا دراسه باش نشتغلوا على الدراسه. الدراسه راه كاينه والاتفاقيه راه كاينه. وشكرا.